ربط الموبايل بشاشات ال جي. اليوم نشرح لكم ربط الموبايل الايفون اندرويد بشكل عام سامسونج الهواوي وكل الاجهزه. اول بدايه لازم يكون الجهاز والموبايل متصلين بنفس شبكه الانترنت. لا تنسونا بلايك وشير حتى الكل تستفيد. اول بدايه نبلش بشاشات الايفون طبعا بمساعده اخوي وزميلي مجتبى. اول بدايه مثل ما نلاحظ هو برنامج انعكاس الشاشه موجودات بكل الايفون. تطلع الموديل بس تعتلق الشاشه تطلع الموديل مال الشاشه بالموبايل وتتصل. اما اجهزه السامسونج والهواوي وبقيه الاجهزه بشكل عام اللي ما بيها سمارت فيو يعني اتصال بالشبكات يقدر ينزل هذا البرنامج تمام ويتصل بشاشات الالجي. لا تنسونا بلايك ومتابعه ودمتم بحفظ الله ورعايته.